اما هلا سلمى بنروح لمحطتنا الختاميه لليوم ودائما للفن والمواهب الشابه حصه برحلاتنا الصباحيه، وكل مره بيكون معنا موهبه الى هيك مشروعها الخاص. اليوم بدنا نحكي عن الشموع ومنحوتات الشموع. عم نشوف كثير بالاونه الاخيره صار الشمع مثل الشمع القديم الكشري التقليدي او الكلاسيكي، هيك تحف فنيه بهيئه شموع. صحيح نور، وهلا صار الواحد بيقدر يزين بيته بالشكل اللي بده اياه. صحيح، يعني عم يتفنن صراحة الناس اللي بتشتغل بالشموع بطرق مختلفة. اليوم معنا نموذج مختلف جديد حلو، له بصمة مميزة، قدر يعمل لنفسه اسم من خلال الأشكال اللي دخل عليها للشموع. يمكن لأول مرة نشوف منحوتات من الشمع بهذا الشكل خصوصا عنا. رح نتعرف أكثر على الفنان وموهبته، معنا لليوم بالاستوديو الصباحي السيد فادي فريح، فنان بتشكيل الشموع. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك. هلا كنت عم اسالك شو اللي بيحببك بالشمع، يعني مشروعك الخاص هو الشموع، شو اللي جذبك للشمع؟ لانه قليلا نشوف شاب بيهتم بهي التفاصيل، دائما الصبايا والسيدات بيحبوا هي القصص. هلا انا من انا وصغير يعني عندي شغف في الشمع، هيك بحب فكره الشمع، وحتى كانوا يعني لما بتذكر لما كنت صغير كانوا يهدوني الالعاب الجاهزه تبعوت الشمع هذول، اقعد انا اتفنن فيهم يعني وهيك. طبعا انا حبيت انه اظهر انه نحن عندنا قدرات بهالبلد وعندنا مواهب، ونحن فينا نعمل اشياء بتضاهي المنتجات الاجنبيه يعني. لحتى هيك انا قمت بهالمشروع يعني. طيب نحن اليوم هيك معنا شيء جديد، اول مره حدا يكون بيعمل شمع، يجيب لنا رغيف خبز رغيف سمون من الشمع. طبعا شيء كثير حلو يمكن وفكره جديده، شو خطر على بالك تبلش تعمل هي الاشكال؟ هو هذا نوع جديد من الشمع بالعالم اسمه الشمع المخبوز، هو بينخبز بالبروسس تبع تصنيعه بينخبز خبز. فهو اذا لاحظنا هي الكب كيك الموجوده، هي الكب كيك لو خفيفه اذا لاحظتي بايدك شكلهم وزنها حلو، يعني عنكش الواحد رح يذوق. هي بتشتغل مثل الشمع العاديه طبعا، بس هي مخبوزه بتصنيعها. طيب فادي خلينا نحكي معك على الاشكال، يعني هي الاشكال كلها تصنيع يدوي ولا كيف بيتم تصنيع هي الاشكال من الشموع عن الروائح؟ لانه عم نشوف روائح جدا جميله، يعني قليلا نشوف فينا نقول الشمع في روائح بس بهي النسبه العاليه معطره. هلا الاشكال انا يعني بشوف هيك، شوفي اشياء على الانترنت مثلا او اشياء برا بينزلوها، باخذ افكار انا وبحاول ادمج افكار معينه بقلب بعضها يعني ليطلع معي. كلها بتشتغل على ايدك هي؟ ايه كله يدوي. طبعا في شيء قوالب، في شيء بشكله بايدي، في شيء بينصبصب. حلوين الروائح جدا جدا جدا. ريحه اعشاب بريه، ريحه اعشاب بريه. هي صنوبر، هي صنوبر. هدول يمكن كثير عم نشوف هلا الناس عم تحب تحطهم بالغرفه الصالون بغرفه القعده، انه الموديل انت عامله شوي هيك مثل ما بيقولوا بيلبق لشيء فخم من خلال اللون الذهبي بالذات اللي مدخله. تمام، هي بتجي حجر مع شمع وهذا ورق الذهب عليه. هذا حجر تماما اللي تحت، عم اقول انه مشكل على طريق الرخام يعني. تماما مثل شكل الرخام، هون حجر وهذا ورق الذهب وهي الشمع. الشمع هو القسم الابيض بس. القسم الابيض، وهون هون القسم الاسود هو الشمع وتحت هو الحجر. هي هون العكس، هذا حجر. هي حتى من خلال بندق عليه بنسمع صوته وهي الشمع. بس كثير حلوين، حتى التفاصيل التصميمي جدا جميله. هيدا قد بياخذ منك شغل لما نقول شغل يدوي؟ يعني في منهم قوالب وفي منهم شغل يدوي، وحتى لو في قوالب يعني هي عم تشتغل يدويا يعني. صحيح. هلا هي مثلا مثل هي القطعه اللي ماسكتيها بتاخذ تقريبا شيء اسبوع شغل يعني. يعني هو معروف الشغل اليدوي بياخذ وقت اطول من المعامل. والاحجام الصغيره بتاخذ نفس الوقت ولا لا؟ هلا هو كله بيمرق بكذا مرحله تصنيع. فاول شيء هو صب الشمع كشمع، وبعدين بيبقى في بده تعديلات وتزيين وتلوين. هي بتاخذ وقت مثلا؟ يعني هي بتاخذ مثلا شيء 3 ايام لتطلع. طيب هي هلا هي بتتعلق يمكن تعطي منظر، خصوصا هلا نحن جايين على اعياد. نعم. الناس بتحب هي الاشكال تعلقها، بس ما عم شوف فيها مكان انه تتشغل. هي بس نفس منظر هذا الفتيل بينقص وبتتشغل منه، وفينا نعلقها كمان. انا عاملها هيك انه فينا نزين فيها شجره الكريسماس. تماما، هذا اللي كنت عم اقول لك عليه، هلا شكل الزينه هلا الموجود وريحتها مميزه. ريحه غار كانه لافندر. لافندر طبعا. هلا انا عندي كثير اشكال متنوعه اكثر من هيك بكثير، بس هدول اللي احسنت يعني جيبهم لهون. هي شو؟ هي ريحه خاصه فيني انا عاملها ومطبقه على ايدي.
تماما. فيها ريحة أكل. فيها شيء سويت هيك. صحيح. طيب خلينا نحكي الأشكال كيف بتختارها؟ ممكن قلت بالبداية إنه تصاميم بتشوف شو نازل، ولا كمان ممكن الزبون هو يقول لك أنا حابب شكل معين أو مناسبة على أساسه ممكن أنا أختار؟ هلا أنا بالأساس دارس جرافيك ديزاين. حلو. ففي نحن عندنا شيء بالجرافيك ديزاين اللي هو التغذية البصرية خلينا نقول، أو الواحد بيغذي فكره أو هيك يعني. يكون عنده مخزون كبير صحيح. تماماً، بيفتح على الإنترنت بيشوف شو في أشياء موجودة مثلاً، ممكن يجمع بقى أفكار من هون من صحيح. هون ويطبق على أرض الواقع يعني الأشياء اللي بيشوفها مناسبة. أكيد. اليوم كمان خلينا نحكي شوي عن جانب مهم. اليوم الصناعات اليدوية أو المشاريع اللي عم تكون شبابية يدوية هي بقدر ما عم تعطي بصمة مميزة ومختلفة عن الشيء التجاري الموجود بالسوق، بقدر ما بيكون أيضا حساب التكاليف لازم يكون موجود. صار في منافسين كتير، في كتير ناس بتقلك هاد شمع يدوي مشغول وقله ريحة وشكله جميل، بس اليوم لما بتتفرج بتلاقي كل قطعة بتختلف طريقة الماتيريال اللون. فقديش كمان عم تحاول انك تعمل شيء حلو بتكاليف مناسبة الناس تقدر تشتريها؟ هلأ في أحياناً أنا بيطلع معي أشياء بتكون تكلفة فعلاً مثل ما عم تقولي غير مناسبة لحتى بالوضع الراهن يعني. يعني عم شوف المواد تقيلة اللي أنت مستخدمها أغلبها. بس أنا قد ما فيني بحاول حسن يعني. أنا عندي فكرة إنه المنتج الوطني لازم يكون بينافس الأجنبي. صحيح. موجود بالسوق. تماماً. هون تختلف الأسعار بالأحجام ممكن تلعبوا عليها. أكيد. لأنه يعني كمان الأسعار لازم الواحد يأخذها بعين الاعتبار، لأنه عم نشوف أرقام كبيرة يعني. صحيح. لو الشغل يدوي عم يكون في مثلا ارقام هيك غريبه يعني، اصحاب الدخل المحدود بتلاقي صعب. هون بتلعب فينا نقول بالقياسات الشمع ممكن انا اقدر ولا لا؟ هو اي شيء يدوي نحن بنعمله متعب. هلا هو هو المفروض يكون اغلى سعرا من الاشياء المعمول بمصنع. صحيح. لانه على طول بتكون القطعه المشغوله يدويا بتكون فريده من نوعها يعني. ما بتطلع قطعتين نفس البعض بالضبط، بيكونوا كل وحده فيها شيء بيميزها عن الثانيه. فلهيك هو عالميا حتى بيكون الاشياء المصنوعه يدويا سعرها مرتفع اكثر من اي شيء مصنع بالمصنع او بورشات يعني. فهلا انا بحاول اعمل قد ما فيني وسع انواع الشمع لحتى تتناسب مع كل العالم يعني. في عندي القطعه الصغيره بيكون سعرها يعني مقبول. اقل من القطعه الكبيره. بما انه دارس جرافيك ديزاين فعم نشوف طريقة خليني أقول الخطوط أو الأشكال الهندسية عندك هيك يمكن واضحة بغير تصاميم تانية. هلا حقيقة هذا هو قالب بالأساس، وأنا بعدل عليه بعض يعني هيك خلينا نقول تاتشات يعني لحتى يطلع معي بهذا الشكل. طيب فادي، في كتير مشاريع شابة اليوم بالسوق، كيف بيتم التسويق لمنتجاتك؟ اليوم السوشيال ميديا عم تلعب يمكن هيدا الدور بشكل كتير كبير، إذا بتقدر تستغلها بتوصل للناس بشكل أسرع. بس الشباب اليوم عم يتعذبوا يمكن للتسويق لمنتجاتهم لمشروعهم، وقديش مهم بتحاول أنت توصل لكل الناس يعني. هلا هو أكيد السوشيال ميديا هي رقم واحد يعني. اليوم ما في حدا مننا ما عنده هالفيسبوك وإنستغرام أو صحيح. أي موقع تواصل اجتماعي هي النقطة الأولى، ومنها بيبتدي بقى الواحد يتعرف على مثلا لنفرض في بازارات عم بتصير في أراضي معينة بتشارك بالبازارات. إيه أكيد. وحتى بيكون في مثلا محلات حوالين ما انا ساكن بجوز يتعرفوا على منتجاتي يصيروا ياخذوا منها هيك بهالمبدا يعني، بصير المجال التسويق بالموضوع. طيب فادي خلينا كمان نسال، اليوم في كثير ناس بتقول انا بحب شكل الشمعه بس بخاف شعلها تخلص يعني، هي العادة اللي عند الكل. ففي ناس كتير بتروح لهذا الشكل بأنه الشمعة بتضل تماماً أنه الشمعة رح تبقى لأنه رح تسيح بس رح تضل موجودة، بينما هاي الأشكال ممكن نحرموا منها ياخدوها بس كمنظر ما يستفيدوا من الشمع. فهل في حلول لهذا الموضوع؟ لقيتوا حلول؟ هلا هو الشمع بكل الأحوال رح يتبخر قسم منه كبير يعني أثناء التشغيل أكيد. فيعني هو أي شمع بالنهاية حتى اللي كنا عم نحكي فيها اللي موجودة بعبوة يعني رح تنقص أكيد. رح تنقص 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 بالأخير لتنتهي. خلينا نرجع نعبيها أو نعيد. هلا أنا عندي عامل مثل هيك خدمة يعني للأشخاص اللي بيشتروا من عندي، إنه أنا برجع بعمل إعادة تعبئة بس تخلص بسعر أقل بكثير من اللي أخذوه. إنه بيجيب هو الكفر الأساسي اللي أنت استخدمته. يعني عملية هو بيشتري العبوة مرة واحدة وبيرجع بنعمل ريفيل بسعر أقل من اللي بيكون مشتريها فيه أول مرة. بس هو حتما يعني الشمع بده يتبخر وبده يروح
يعني ما حيبقى. عمي بشو بيقولوا كانوا مثل الشمع هي الشيء الوحيد اللي بيضيء من اجل الانسان وبعدين بيدوب. يعني اليوم افكار حلوه كثير مميزه. بدنا نشكرك فادي على وجودك ونتمنى لك التوفيق. هل في اسم معين لمشروعك؟ ايه طبعا اسمه ذا جلوينج جار او المرطبان المتوهج. يعني ليش اخترت هالاسم بالذات؟ هلا هو صراحه بما اني انا جرافيك ديزاين انا مصمم اللوجو تبعي وانا شاغل على الاسم فلقيته انسب شيء هيك لحتى يكون تمام. اللي احنا عم نشوفه خليني احط لك اياه بس على شيء اغماء مشان يبين. تطمح توصل يعني حاطط هيك هدف؟ اكيد انا يعني هدفي اني انا اوصل اسم بلدي عن طريق هالمونتاج ان شاء الله يعني للعالم. والحمد لله في هلا العالم كثير مبسوطه بالشيء اللي عم بيشوفوه وعم ترجع تاخذه وشوي شوي يعني ان شاء الله الواحد بيكبر المشروع ان شاء الله. اكيد بالختام نتشكرك الفنانة فادي فريح، نتمنى لك التوفيق بمشروعك وان شاء الله نشوف هذا المشروع او اسم مشروعك وصل للعالمية. شكرا كثير. شكرا لكم لاستضافتكم. شكرا لك مرة ثانية فادي وموفق بكل شيء. يعطيكم العافية. شكرا.